مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديده من المشهد، ولقاء يومي يتجدد مع حضرتكم على شاشه الليل الاخبار. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن الجوله الثالثه من مفاوضات الاستانا بشان الازمه السورية، أهمية هذه الجولة، وهل يمكن أن تقدم جديدا أو تضيف كثيرا للأزمة السورية، خاصة في ظل غياب المعارضة، وإن كانت ترددت بعض الأنباء عن احتمالية انضمام المعارضة السورية خلال الساعات القليلة القادمة إلى هذه المحادثات وهذه المفاوضات. هل يمكن أن تقدم هذه المحادثات جديدا في ظل أيضا تشابكات وتعقيدات وصعوبة الأوضاع في سوريا، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني والإنساني والميداني أيضا؟ معي ومعكم في هذه الحلقة لإبداء الرأي والتحليل بشيء من التفصيل حول الجولة الثالثة من مفاوضات الأستانا بشأن الأزمة السورية، الأستاذ أشرف بدر الكاتب الصحفي. أستاذ أشرف، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. أشكرك على تلبية الدعوة، وتسمح لنا نتوقف الآن لمتابعة هذا التقرير التالي، ثم نعود إليكم من جديد لنفتح هذا الملف وهذا النقاش وهذا الحوار حول الجديد فيما يخص وفيما يتعلق بالجولة الثالثة من مفاوضات الأستانا حول الأزمة السورية. انطلقت جولة ثالثة من المحادثات حول النزاع السوري في أستانا وسط غياب فصائل المعارضة المسلحة، ما يقلص الآمال بتعزيز وقف إطلاق النار أو تحقيق اختراق في الحوار الهادف إلى وضع حد للنزاع. وتأتي المحادثات التي يرعاها حلفاء النظام روسيا وإيران من جهة وتركيا الداعمة للمعارضة من جهة أخرى، في وقت فشلت فيه جولتان سابقتان في أستانا في إنهاء المعارك. من جانبها أكدت روسيا وتركيا وإيران التمسك بالتسوية السياسية في سوريا، مشيرة إلى أهمية مفاوضات أستانا ثلاثة لاستمرار عملية جنيف. وذكر البيان المشترك الصادر في أعقاب مفاوضات أستانا تأكيد الدول الضامنة على تمسكها بوقف النزاع في سوريا وتوضيد الهدنة وتبادل المعلومات عن حالات انتهاكات، فضلا عن تعزيز فعالية الآلية الثلاثية. كما أكدت الدول على ضرورة تحسين الوضع الميداني من خلال دعم نظام وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن اللقاء المقبل بشأن سوريا سيعقد يومي الثالث والرابع من مايو المقبل في العاصمة الكازاخية أستانا. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا قد أعلن بأن جولة خامسة من مفاوضات السلام ستنطلق في 23 من الشهر الحالي في جنيف، وستركز على آلية الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب وربما إعادة بناء البلد الذي دمرته الحروب. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الأستاذ أشرف بدر الكاتب الصحفي. لك التحية من جديد أستاذ أشرف. بداية، كيف تتابع المشهد السوري في مجمله وأيضا في إطار هذه الجولة الثالثة من المحادثات والمفاوضات في أستانا؟ هو الموقف السوري موقف متأزم لا يختلف عليه اثنان، في تعقيداته، في عدم التوصل إلى حل عادل وشامل له. يمكن أهم ما يطلق على هذا الوضع الراهن ما قاله جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن سوريا تشهد 6 حروب دفعة واحدة. صحيح هناك بعض المفاوضات، هناك بعض، مش هنقول التزامات، ولكن هنقول أن جنيف الذي حدث فيه توصل إلى بعض الصيغ التوافقية أستاذ أمل، لكنها لم تصل إلى حد وقف إطلاق النار إلا في 30 ديسمبر الماضي. الموضوع موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، خاصة أن المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة لم يتوصل إلى حل للتسوية، وكأن العالم كله يتآمر على سوريا، وكأن العالم كله يريد تقسيم سوريا.
حتى هذه اللحظة، بما فيهم يعني دعيني أتكلم بمنتهى الصراحة وأقول حتى العالم العربي أيضا منقسم ما بين شعوبه وما بين زعمائه على وقف إطلاق النار أو على التوصل حتى ولو هدنة لوقف المجازر التي تجرى على الأرض السورية. يمكن يعني دعيني أستلهم كلمة كان قالها علي عزت بيجوفيتش اللي هو العضو في المجلس الرئاسي البوسني، قال حاجة مهمة جدا، قال إن هو 1000 يوم من المفاوضات أفضل للتوصل إلى حل غير عادل أفضل من حروب يوم واحد. صحيح. وده صحيح. مهم جدا. إحنا صحيح في عندنا أستانة واحد وأستانة اثنين وفشلت، أيضا أستانة ثلاثة حتى هذه اللحظة يمكن أن يقيم عليها الفشل بعد عدم حضور المعارضة، والمعارضة السورية اللي هي المعارضة المسلحة مجموعة من المسلحين تم تنصيبهم كنوع من المعارضة بيد أو بذراع تركيا بالدرجة الأساسية، هي التي صنعت هذه المعارضة. ويمكن حضرتك لو احنا رجعنا بالتاريخ ورا هنلاقي ان هو الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تصنع أثناء فترة أوباما معارضة سورية، فأتت ب 500 شخصية سورية من الموجودين في الخارج، تم تدريب 100 منهم على أحدث النظم للوقوع أو للتوصل إلى حلول أو لحضرتك للعمل ما حدث في بعض دول الربيع العربي مثل ما حدث في العراق قبل ذلك، ثم الفترات الربيع العربي سواء في مصر أو في ليبيا أو غيرها أو تونس وغيرها، ولكن فوجئوا أن هذه الميليشيات أو الميت شخصية اللي تم تدريبهم أستاذ أمل انضموا إلى داعش بعد أن اشترتهم داعش بأموالها من قبل تركيا. يبقى إذن يعني تبقى الإشكالية والمشكلة الحقيقية والرئيسية في الأزمة السورية فيما يتعلق بالمعارضة وعدم وجود توصيف حقيقي ودقيق لمن هو المعارض الحق الذي يعبر بشكل حقيقي عن الشعب السوري، وما بين الجماعات والميليشيات والعصابات التي اندرجت تحت مسمى المعارضة، ولكن هم في حقيقة الأمر مجموعة من الإرهابيين والعصابات الذين يتاجرون بالأزمة السورية وبالقضية الفلسطينية طبعا وبأحلام الشعب السوري في التوصل إلى الديمقراطية المنشودة التي أصبحت كلمة يتغنى بها معظم الشعوب العربية في الربيع العربي، وأصبحت أنها وهم وليست هناك ديمقراطية بأي حال من الأحوال. وربما أتحدث وأقول أن المعارضة لا تكون مسلحة، المعارضة هي خطاب سياسي متوازن يصل إلى حل عادل للقضية التي يبحث عنها، وليس معارضة مثل ما المعارضة السورية التي تجيش بعض الجيوش الموجودة من المرتزقة ومن في رأيك من أين أتوا بهذه الأسلحة وهذه المعدات وهذه التجهيزات العسكرية؟ هي على أعلى مستوى على أعلى مستوى أعلى تقنيات هناك بعض يعني الدول الموجودة أستاذ أمل هي التي تقوم بتسليح هذه المعارضة. يمكن حضرتك حتى كمان عدم حضور المعارضة في مؤتمر الأستانة دلوقتي أو في اجتماع الأستانة ده كان مسؤولية تركيا، تركيا هي المسؤولة عن المعارضة عن تسليح المعارضة السورية بالدرجة الأساسية. أنا عندي 100,000 ميليشيا موجودة، 100,000 شخصية بتندرج لتحت لواء 1000 ميليشيا ومنظمة ولواء موجودين في سوريا. عندك 92 دولة بتصدر المرتزقة للحرب في سوريا. أصبحت الحرب في سوريا ليست حربا محلية بل هي حرب دولية إقليمية بالدرجة الأساسية. تسأليني تقولي لي إيه المحصلة الموجودة دلوقتي في سوريا؟ هل هيحصل تقسيم لسوريا؟ هل هيحصل مثلا بوادر انفراجة في الأزمة السورية؟ أنا أتصور الانفراجة لن تتم في الوقت الراهن إلا إذا كان الشعب السوري نفسه يتم توحيده من خلال المعارضة ومن خلال الوجود السوري على الأرض الواقع للقشاع ما يحدث على أرضها بأي وضع من الأوضاع. لكن هل من الممكن توحيد الشعب السوري اللي حقيقة هو ما بين نازح ولاجئ ومشتت وقليل الحيلة وقليل القدرة ربما على فعل أي شيء؟ يعني هل من الممكن أن يوحد في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأجواء السلبية الخطيرة حقيقة التي تحيط بالشعب السوري وفي ظل مجتمع دولي
ظالم يقف متفرجا أمام معاناة الشعب السوري دون أن يفعل أي شيء؟ ده سؤال مهم جدا أستاذ عمل، ده سؤال مهم فعلا، لكن عايز أقول لحضرتك أن معظم ثورات الربيع العربي لم تنجح فيها أي قوة خارجية إلا من داخل القوة، هي التي القوى الشعبية داخل الشعوب العربية أو داخل الشعوب داخل الشعوب نفسها، إذا كانت لها إرادة سياسية تريد استقرارا وتريد ديمقراطية وتريد ثورة شرعية للوصول إلى ما تصبو إليه، لابد أن تكون هناك إرادة قومية داخلية من داخل الشعب نفسه. إحنا شفنا ما حدث في تونس، شفنا ما حدث في مصر، لم تكن هناك بأي، حتى كمان الناس اللي جوهم في مصر واستولوا على الحكم تم طردهم في 30 يونيو وتم التخلص منه، وبالتالي إذن الشعوب هي التي تحقق مصيرها وليست الزعماء وليست الدول الأخرى. صحيح، ولكن مع اختلاف السيناريو المصري عن السيناريو السوري بطبيعة الأحوال. بطبيعة الأحوال، لكن لو كانت هناك إرادة فعلا شعبية مؤكدة بدل الانقسام اللي احنا شايفينه في سوريا، احنا عندنا انقسامات شديده جدا استاذ امل، يعني دعينا نتحدث على الانقسامات. هل الاراده يمكن ان تقف صامده وثابته امام يعني الميليشيات والعصابات والمجموعات الارهابيه والتمويل اللي حقيقه لا حصر له من كافه دول العالم فيما يخص الازمه السوريه على وجه الخصوص؟ يعني ممكن، يعني انا مش هقول، يعني مش هحمل الشعب السوري كل التبعات اللي بتحدث او اننا هنحمله نقول ان هو يستطيع ان هو يفك الحصار، لكن على الاقل 70% من حل المشكلة السورية في أيدي الشعب السوري نفسه. في أيدي الشعب السوري نفسه. إحنا عندنا زي ما أنا بقول لحضرتك 1000 ميليشيا موجودة على أرض سوريا. 1000 ميليشيا من داخل، يعني من داخل الجماعات السورية. عندنا شوفي حضرتك الجيش الحر بيندرج تحته 15 لواء. الجهادية 15 لواء. حتى لما جوهم يدوروا على إن هو يكون في جزء من المعارض ما لقوش غير الحاجات اللي هم السلفيه الجهاديه الموجوده، وبالتالي تم تجيشها وتم استعمالها كمعارضه. ده وضع خطير جدا ووضع متخاذل من داخل السوريين ومن داخل العرب نفسهم. احنا عندنا يمكن حضرتك يعني هنتطرق بعد ذلك الى الموقف العربي، وهو موقف مخزي للاسف. بعد ان انقسم على نفسه وبعد حدوث تعنت من بعض الدول العربيه وبعد دخول بعض الدول العربيه حرب وكاله وحرب تقسيم داخل سوريا بالدرجه الاساسيه. طب فيما يخص المعارضه السوريه، يعني كان في البدايه المفروض انه هم رفضوا يعني المشاركه في هذه المحادثات، الجوله الثالثه من محادثات ومفاوضات الأستانة، ثم تراجعوا، يعني هناك احتماليه ان ينضموا خلال الساعات القليله القادمة في هذه المفاوضات والمحادثات. في رأيك يعني ما هي الرسالة أو ما الذي يعني تريد المعارضة أن تسوقه برفضها في البداية عدم الحضور وهي الآن ستنضم إلى هذه المحادثات والمفاوضات؟ أنا أتصور أن هي كانت رسالة بتريد توصلها للمجتمع الدولي لحفظ ما وجه المعارضة نفسها أمام مناصريها سواء داخل سوريا أو خارجها. ثم هناك حاجة مهمة جدا أستاذ أمل، أنا أتصورها من وجهة نظري أن تركيا بتلعب بهذه الورقة بعد ما حدث من الاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في تركيا والتصريحات غير المسؤولة والنارية من جانب أردوغان بشأن ما حدث في هولندا وتحميل ألمانيا تمويل بعض الحركات الإرهابية، وهو تناسى تماما أنه مسؤول عن المعارضة ومسؤول عن التسليح ومسؤول عن التجيش ومسؤول بدرجة أساسية عما يحدث في الشمال الغربي لسوريا بكل ما تحمله الكلمة. مسؤول عن الإرهاب، يعني مش هنقول أن هو بالضبط بالضبط كده بالضبط. فهي كانت رسالة فقط لغير يريد أن يوصلها أردوغان من خلال المعارضة ومن خلال حفظ ما وجه المعارضة أمام الشعب السوري الذي كان يأمل أن تكون لديه معارضة، يكون لديها خطاب سياسي وليس يكون لديها بندقية أو مدفع تضرب به، يعني طيب بتنوت به السوريين نفسهم. تحدثت منذ قليل منذ لحظات على أن المعارضة السورية ربما يعني فضلت أن تشارك في هذه المحادثات في اللحظات الأخيرة حفاظا على ماء وجهها أمام مناصريها. هل المعارضة السورية لها مناصرين، يعني بمعنى أن تكون لهم قاعدة شعبية وجماهيرية عريضة داعمة ومساندة لهم، أم مناصري المعارضة السورية هم يعني إرهابيون ربما أو جماعات وميليشيات
مسلحة كما يرى البعض. تمام بالضبط كده، هم أمام مناصريهم من الميليشيات الإرهابية الموجودة داخل سوريا. أنا أتصور ما فيش واحد سوري غيور على شعبه أو سوري حق بيأمن ويؤمل في المعارضة السورية الحالية أنها تستطيع التوصل إلى حل بأي وضع من الأوضاع. وكان فعلا الجامعة العربية كانت محقة فعلا في 2012 عندما يعني أصدرت قرارها بعدم تمثيل المعارضة وعدم جلوسها على مقعد سوريا الشاغر في القمة العربية. أتصور ده كان أكبر رد، لكن بعد ذلك لم تتواصل ولم يصل صوت العرب بأي حل من الأحوال. كان المفروض أن يكون الحل حل عربيا على جميع الموائد، لكن إحنا فوجئنا أن هي سلمت كل الملف للمجتمع الدولي ولتحديدا إلى روسيا التي تبحث عن دور، وفعلا حصلت عليه روسيا هي وحلفائها في المنطقة. لماذا العرب دائما متفاجئين، وهذا هو تعبيرك يعني الآن، مما يحدث في المنطقة العربية بشكل عام سواء فيما يخص الأزمة السورية أو غيرها أي من القضايا والأزمات العربية الأخرى؟ دعيني أقول إن القرار العربي لم يكن قرارا يعني قرارا نابعا من العروبة ومن القومية، ولكنه قرار نابع من الجلوس على كراسي العرش للحفاظ على كراسيهم فقط لا غير. ويؤسفنا ان احنا نقول هذا الكلام لما نلاقي بعض الدول العربيه التي شاركت في ما يحدث في ليبيا حتى هذه اللحظه، وكانت اول من دخل باسلحه واول من رفع العلم القطري بجوار العلم الليبي، كانت قطر موجودة وكانت أحد التمويلات الرئيسية للإرهاب في داخل ليبيا كانت قطر. السعودية الآن هي وقطر من يمولون الجيش الحر، ما يطلق عليه الجيش الحر السوري، ما يطلق عليه الميليشيات الموجودة هناك، الحركات الإرهابية كلها بتمويل من بعض الدول العربية. وبالتالي حتى كمان إحنا أصبح أن يجلس القادة العرب على مائدة واحدة، أستاذ أمل، ده في حد ذاته بيبقى حدث، مش مجرد ان هم يتوصلوا الى حل القضية، مجرد ان هم فكرة الجلوس على مائدة واحدة ده في حد ذاته حدث. وبالتالي احنا شايفين ان الحل لن يكون حلا عربيا، والشعوب العربية في المقابل يعني اصبحت لا تنتظر هذا الحدث خالص. حتى يعني بالضبط كده هم لا يعنيهم يعني الان جلوسهم من عدم جلوسهم بالضبط يعني. حد يعلم ان في هناك قمة على البحر الميت 29 مارس، القمة العربية في دورة في الدورة 28؟ أنا لا أتصور أن حد يعلم حتى من الشعوب العربية، ولا حد يؤمل أن القمة العربية سيكون لها أي قرار ناجع أو نابع من هوية وطنية أو هوية قومية أو هوية عربية بأي وضع من الأوضاع لحل أي مشكلة على الساحة العربية. طيب الاختلاف العربي أو الانقسام فيما يخص المواقف والرؤى ووجهة النظر السياسية والتعاطي والتعامل مع الأزمة السورية، لماذا هذا الانقسام بشكل فج وبشكل كبير حول الإجراءات التي من المفترض أن تتبع في الفترة القادمة فيما يخص الأزمة السورية؟ ده سؤال برضو مهم. أنا شايف أن معظم الدول العربية منقسمة لأسباب أيديولوجية وأسباب عقائدية بالدرجة الأساسية. دخول إيران وحزب الله على طرف داخل سوريا أقلق بشكل كبير جدا بعض الدول الخليج أو معظم دول الخليج وعلى رسوم السعودية. وبالتالي هناك يعني أنا أتصور الفترة المقبلة يمكن خلال الأسبوع الجاري ستتضح بعض الرؤى الخاصة بالموقف السعودي تجاه ما يحدث أو بالموقف الخليجي بقيادة السعودية تجاه ما يحدث في سوريا بعد زيارة ولي العهد محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بترامب في الوقت الراهن. وبالتالي هناك اختلاف في الرؤى أستاذ أمل، مهم جدا أن أنت تعرفي الدنيا ماشية إزاي. المغرب العربي له اتجاه وواقف مع الحل السياسي، بما في مصر دائما وأبدا بتبحث على ما يريده الشعب وليس ما يريده القادة وليس ما يريده التقسيمات. وبالتالي كان الإرادة المصرية أو القرار السياسي المصري نابع أن الشعب هو الذي يحقق مصيره، هو الذي ما يريده الشعب هو الذي يتم تنفيذه، والحل السياسي هو الحل الأنجع والأفضل في المرحلة الراهنة بالنسبة للموقف السوري. في انقسام طبعا، حرب الوكالة موجودة، بعض الدول موجودة معروف أن هي بتمول الإرهاب،
هي اللي بتنفذ الأجندات الموجودة. صحيح. وده اللي قاله الرئيس السيسي وقاله الرئيس التونسي، قال أن هناك بعض الدول العربية لديها أجندات في سوريا. بالفعل إذا كانت هناك في قوتين هما اللي بيحكموا سوريا في الوقت الراهن، روسيا بحلفائها ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي تنصلت إلى حد كبير جدا أثناء أوباما، وربما ترامب الذي يريد أن يكون هناك مناطق عازلة ومناطق آمنة ليكرر نفس ما حدث في ليبيا، أتصور أن الوضع لن يتم في الفترة الراهنة، يعني الفترة الراهنة أو الفترة المقبلة على الأقل عام، دون أن تحل القضية السورية. طيب، إحنا دلوقتي معنا حقيقة مداخلة ومشاركة هاتفية من الأستاذ الدكتور جورج جابور الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. دكتور جورج، بعد التحية، في أي إطار تضع هذه الجولة الثالثة من مفاوضات ومباحثات الستانة؟ هل ننتظر ونتوقع منها جديدا أم أنها تحصيل حاصل في النهاية؟ لا بد إلا أن نتوقع منها جديدا. من دعا إليها يعرف دقائق الأمور ويعرف أنه يمكن أن يكون هناك جديد. الجديد يمكن أن يكون متواضعا أيضا، لكنه جديد. ثم إن علينا أن نتذكر أنه في محادثات نزع الأسلحة النووية كانت هناك اجتماعات عديدة على مدى سنوات ولم تكن تخرج نتيجة، إلا أننا بالنتيجة توصلنا إلى نتائج معقولة. في الحقيقة علينا ألا نمل من الحوار. الحوار بكل وسائله، بكل صعوباته، بكل منعرجاته مفيد، وإلا إذا لم نتحاور استمررنا في القتال. صحيح، علينا ألا نمل من الحوار، ولكن في المقابل إلى يعني من المفترض أن يكون هناك يعني سقف زمني لهذا الحوار، لأنه كلما يعني تم مد طول الحوارات والمفاوضات والمحادثات، في المقابل هناك شعب سوري يعاني يوما بعد الآخر، يعاني شتاتا، يعاني بأنه نازح ولاجئ بين يعني كل بقاع الأرض. إذن إلى متى نستمر في كل هذه الحوارات وإن كانت مطلوبة في المقام الأول كما ذكرت أنت الآن؟ نعم، في الحقيقة من الأفضل أن يكون هناك سقف للحوار، من الأفضل أن يكون هناك حوار ينهي الاقتتال، لكن نعم. إذا كان الاقتتال مستمرا فأن يكون هناك اقتتال وحوار خير من أن يكون هناك اقتتال وحده دون حوار. على كل حال أنا أبقى متفائلا بالسوريين، على السوريين أن يفهموا أن عليهم أن يكونوا مع بعضهم البعض في دولة واحدة. الجميع، جميع السوريين يناهضون تقسيم سوريا، يناهضون أن يؤخذ أي جزء من سوريا خارج سوريا. هكذا إذن وحدة سوريا توحدهم، وإذا انطلقوا من وحدة سوريا عرفوا أن كل الدول التي تناصر هذا الفريق أو تناصر ذلك الفريق، كل تلك الدول ليست سورية. السوريون وحدهم هم المكلفون بصيانة وطنهم. صحيح، تحدثت الآن بأنك متفائلا، ما الذي دفعك لهذا التفاؤل؟ ما هي المؤشرات المتواجدة الآن على أرض الواقع حتى تكون يعني تحمل هذه النبرة من التفاؤل؟ التفاؤل مفروض علينا، نحن محكومون به كما يقال، لأننا إن لم نتفاءل وقعنا في مزيد من الانتحار الذي نمارسه يوميا. في الحقيقة علينا دائما أن ننظر إلى المستقبل، فإذا نظرنا إلى المستقبل تفاءلنا، بمعنى أننا ينبغي أن نكون معا. آسف لأن لهجتي تشبه لهجة الوعاظ، لكن في الحقيقة إذا تفكرنا مليا فيما نحن فيه وجدنا أن التفاؤل سلاح لنا في هذا الاقتتال الذي تخوضه جهات كثيرة على أرضنا. بطبيعة الأحوال الجميع مع التفاؤل والكل يرفض التشاؤم، ولكن أن يكون تفاؤلا مرتبطا بشكل كبير بالمعطيات والمفردات على أرض الواقع. في رأيك هل الشعب السوري يملك هذه النبرة من التفاؤل وهذه النظرة التفاؤلية مثلما تملكها أنت؟ كل سوري مستمر في الإقامة في سوريا سلاحه التفاؤل، لأنه لو لم يكن متفائلا لغادر.
ثم أنني منذ مدة وأنا أدعو إلى مؤتمر للأمن والتعاون في الأوسط والمتوسط. ومؤخرا وجهت هذه الفكرة إلى مؤتمر القمة العربي الذي سوف يعقد في عمان. وجهتها عبر كراس صغير عنوانه مئوية وعد بلفور ومستقبل الأمن والتعاون في الأوسط والمتوسط، وقلت أن هذه الصفحات القليلة أفكار إلى القمة العربية في عمان. على القمة العربية أن تعمل كقمة عربية. مصير سوريا الآن قسم كبير منه يلعب به، يتلاعب به، يعتني به السيد دمستورة. لماذا لا تعتني القمة العربية بمصير سوريا؟ سوريا مؤسسة للقمة العربية، سوريا هي التي دعت إلى أول قمة عربية لمناقشة قضية فلسطين، كان ذلك في عام 1946 وعقد المؤتمر في قصر أنصاص بمصر. هكذا إذن لا ينبغي للقمة العربية أن تنفض يدها من سوريا، وأول ما ينبغي أن تتخذه القمة العربية من قرارات، بل ربما أن يتخذ قرار قبل القمة العربية بدعوة سوريا إلى القمة. نعم. هذا أمر واضح جدا، لأن جامعة الدول العربية مسؤولة عن كل الدول العربية، وعليها ألا تترك مصير الدول العربية بين أيدي الأمم المتحدة، حتى لا تطرق مصير الشعب السوري والمنطقة العربية وأزمتها المتشابكة والمعقدة بشكل كبير. في نقاط سريعة وحتى يكون الكلام محدد وغير مرسل أو إنشائي، ما هو المطلوب من الدول العربية في القمة العربية القادمة يمكن أن تقدمه لاحتواء واستيعاب الأزمة السورية بشكل أو بآخر؟ أن تحتضن هي الحوار. لماذا نعم. نذهب إلى أستانة؟ لماذا نذهب إلى جنيف؟ هناك القاهرة عاصمة العرب من الخليج إلى المحيط، القاهرة التي بلورت القومية العربية في الخمسينات، القاهرة التي هي من المفترض أن تكون عاصمة للبلاد العربية كافة. القاهرة مكان مناسب للحوار بين الحكومة السورية وبين المعارضة السورية. شكرا جزيلا دكتور جورج جابور المفكر والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية، وأحييك على نبرة التفاؤل والتي ربما يختلف معك فيها الكثير والكثير. أستاذ أشرف، فكرة الحديث على أن ديمستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا بأنه هذا الشخص يعني ربما يعبث بمصير وبمعاناة الشعب السوري، أو أنه لا يقدم جديدا يحتوي به هذه الأزمة، وهناك طبعا مطالبات عدة بأنه من باب أولى أن تكون الأزمة السورية ومشاكلها أن يعني ترتمي هذه الأزمة في أحضان العرب بدلا من أن تعقد محادثات ومفاوضات مطولة في الستانة أو غيرها من بلدان العالم. طول ما حضرتك في فيتو روسي موجود لن يكون لديمستورا ولا الأمم المتحدة أي دور. الحل أصبح الآن بعد أن أوكل العرب المعضلة كلها لروسيا، أصبح الحل كله في أيدي روسيا دون غيرها. بعد أن سحبت أو بعد أن نفض أوباما والولايات المتحدة الأمريكية يده من الوضع في سوريا أو من الأزمة السورية، وأصبح هناك انكفاء حتى في هذه اللحظة في الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب على ما يحدث في الوضع الداخلي لديه. ربما فوجئنا بس في الخطاب الأخير لترامب وقال أن هناك خطة أمريكية لوضع مناطق آمنة داخل سوريا، ويمكن أنا مريت عليها كده بسرعة. ده هو الحل الموجود من جانب الإدارة الأمريكية. ربما كان هناك تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي منذ 3 أيام أستاذ أمل بيقول إن هم سيرسلوا ب 500 جندي إضافي إلى سوريا، وبالتالي هناك ما يشبه الحرب البرية التي ستدخلها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب داعش وليس لحل المشكلة السورية بالدرجة الأساسية. داعش مش هي حل سوريا كما يتوهم البعض. الحل السوري لابد هو حل توافقي، لابد أن يتم الحفاظ على سوريا محررة
مستقلة دون تقسيم بأي حال من الأحوال. من يتوافق مع من ومن يجلس مع من إذا كان هناك اختلافا على التوصيف الدقيق للمعارضة السورية؟ تماما ما يعني أنا بقول لحضرتك الحل، يعني من هم أطراف الحوار الفاعلين في هذه حتى الأسماء؟ هذه اللحظة روسيا وإيران وتركيا بعد انسحاب الولايات المتحدة. لو أمريكا دخلت، ومش عايز أقول العرب هم اللي انسحبوا، العرب اللي المفروض يكون لهم هم اليد الطولة، وأتصور أنه على القمة العربية المقبلة إذا كان هناك نية أو إرادة سياسية أن يكون للعرب دور في هذه المسألة، وإلا لن يكون لهم دور في شؤونهم الداخلية على الإطلاق. يعني تخيلي إحنا أصحاب بيت وبنسلم أمان البيت اللي إحنا قاعدين فيه لحد من بره، ده مسألة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. وبالتالي أنا شايف أن الحرب الموجودة دلوقتي هي لن تضع أوزرها إلا باتفاق داخلي. أولا يتم توحيد الكلمة السورية من الداخل، أستاذ عامل ده بالدرجة الأساسية، ثم بعد ذلك التوصل إلى اتفاق زي ما هو قال الدكتور جورج إذا كان متفائلا ويقول المفروض الحوار المفروض ندعو إلى حوار وطني يكون على أرض عربية. احنا ايه اللي ودينا الاستانا ودينا كازاخستان وبعدين بعد كده نروح لجنيف وبعدين كده نروح لروسيا وغيرها؟ هي القضيه قضيه عربيه بالدرجه الاساسيه، قضيه صحيح. عربيه اسلاميه. هل يعني خلاص الدول العربيه كلها عفوا على اللفظ انشلت خلاص ما فيش في مكان يتم فيه دعوه للقوى السوريه انها تجلس على مائده واحده؟ طيب لو يعني اذا كانت هناك في ترغيبات وفي فلوس بتندفع للميليشيات زي ما احنا بنقول وفي تمويل داخلي للمعارضه ان هي تبقى كما هي عليه وتستطيع ان تستحوذ على اراضي وتقطع سوريا من الشمال الغربي وغيرها، كان من الاجدى لو كانت هناك نيه عربيه ان يتم ضخ هذه الفلوس للجلوس المعارضه، لشراء المعارضه ان تجلس مع الجيش او مع الحكومه الموجوده حاليا ويتم التوصل الى اتفاق بدلا من وضع يعني لا توجد نية وراءها ولا توجد نية عربية لا توجد يعني نية حتى لو اختلف المكان يعني حتى لو المحادثات انتقلت إلى أراضي عربية ولا توجد إرادة واستعداد يعني في المقابل ده كلام مظبوط أتفق معاك بنسبة 100% فيه ده صحيح. ترامب صاحب سياسة وشعار أمريكا أولا وصاحب سياسة وشعار عزلة الولايات المتحدة الأمريكية عن كل الصراعات والهموم والحروب اللي موجودة في المنطقة بشكل عام، هل ممكن أن يقدم يعني جديدا للأزمة السورية أم أنه يعني يترك من ينوب عن الولايات المتحدة الأمريكية أو فيما يسمى بحرب الوكالة ليعبثوا بمصير الشعب السوري وبمصائر العرب بشكل عام؟ هو في توافق أمريكي روسي في الوقت الراهن بعد مجيء ترامب إلى الحكم، ويمكن ده ظهر وتجلى في تصريحاته أثناء ما كان مرشحا وبعد أن جاء إلى الحكم. وأتصور أن التوافق الروسي الأمريكي ممكن أن يصل في النهاية إلى حل، لكن في الوقت الراهن ما فيش حل إلا إذا كانت هناك زي ما احنا قلنا نية. ترامب منغلق وعلى نفسه، هناك مشاكل عديدة جدا في الإدارة الأمريكية، هناك مشاكل يعني جمة سواء في الاقتصاد وغيره، هناك من ينوب زي ما حضرتك تفضلت وقلت وده حاجة مهمة جدا، من ينوب عن الولايات المتحدة الأمريكية سواء أن كانت قطر أو إسرائيل التي تعبس من بعيد. كل هذه المعضلة التي تحدث في المنطقة كلها ليست هناك مستفيدا واحدا من هذه المشكلة المعضلة ده كلها سوى إسرائيل بقدر إسرائيل ما ويمكن الكل بيلعب كله ويقدم على المصالح الإسرائيلية الموجودة. وإسرائيل هي البلد الأكثر أمنا في ظل كل هذه الصراعات وأصبحت هي أصبحت هي الدولة الديمقراطية الموجودة في المنطقة الوحيدة، هي الدولة الآمنة، هي الدولة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها بسبب التقاعس العربي، بسبب ما يحدث من انقسامات عديدة جدا. احنا لما يكون عندنا قوتين عظميين عربيتين
احنا عظميين على مستوى العرب مش على مستوى او على مستوى العالم الاسلامي، ولم يتم حتى هذه اللحظه التوصل الى اتفاق حتى للجلوس على مائده واحده. ده مساله صعبه، هذا اضعف الايمان. ده مساله صعبه يعني. يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني. طب الى اي مدى اسرائيل مستفيده بشكل كبير، خاصه فيما يتعلق بالازمه السوريه وتدهور الاوضاع في سوريا بشكل كبير، وفي المقابل نحن نتحدث عن الجولان المحتل. إذا هذا الملف وهذه القضية هو ده الكلام. دخلت يعني طي النسيان. طي النسيان ده الأمر في هذا الملف. ده صحيح، ده كلام مظبوط، ويمكن ده اللي كانت بتحاول الولايات المتحدة الأمريكية بتصدره للعالم كله من خلال الحفاظ على منطقة الجولان، منطقة محتلة إسرائيلية بالدرجة الأساسية. إسرائيل دلوقتي عايشة في أمان زي ما احنا بنقول بالبلدي كده، عايشة في أمان. مات الحديث عن الجولان السوري. وهتموت القضية. نتمنى يعني ألا يكون لدينا الشعور، وناخد شوية تفاؤل من الدكتور جورج لما كان بيقول نتفائل وغيره، إن ما تموتش أيضا القضية الفلسطينية بالدرجة بعد ما يحدث في القدس ومنع الأذان وغيرها وغيرها وغيرها، والموضوع الاستيطان الذي يعني مفتوح على مصراعيه. ده حضرتك في 3600 وحدة سكنية استيطانية تم إقرارها امبارح في الكنيسة الإسرائيلي. هناك يعني عبث. إسرائيل في كل الأحوال تتعامل بأنها فوق المساءلة والمحاسبة وفوق القانون وفوق كل شيء. طالما هناك بعض العرب الذين يمدون إسرائيل بما يحدث بالوضع الراهن. إذا يعني قوة إسرائيل تستمدها من ضعف العرب وبأيدي عربية. وبأيدي عربية. يعني احنا دايما نتحامل، عمالين دلوقتي نتحامل ونقول قطر قطر. هي فعلا قطر. قطر هي الذراع الطولة التي تقوم بحرب الوكالة نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية ونيابة عن إسرائيل ونيابة عن الدول المغرضة التي تريد شرق أوسط جديد. ده بالفعل. وللأسف انساقت إليها بعض الدول العربية الأخرى لمصالح محددة، لاستراتيجيات، لأجندات موجودة. وده اللي يعني احنا بنتكلم عليه. يعني اختلاف أو انقسام عربي فيما يخص الأزمة السورية، ممكن الأمر يكون مفهوم لو كان الهدف في المقابل رفع المعاناة عن الشعب السوري. إذن وارد جدا الاختلاف في الرؤى والمواقف السياسية، ولكن عندما يكون الاختلاف من أجل حصول على مكتسبات سياسية أو تصفية حسابات مع النظام السوري أو عموما مع بعض الأنظمة العربية، هذا الأمر أعتقد أنه يكون يعني مخجل وغير مفهوم وغير مقبول أيضا بدرجة كبيرة. ده صحيح، وده هو ما يحدث الآن. وهو حادث الآن. أنت حضرتك دلوقتي أنت بتحاربي ما يحدث في سوريا على أساس أن هناك تدخل إيراني موجود. هل أنت حاولت أن أنت تقف حتى مع الشرعية السورية حتى تمنع دخول إيران ودخول حزب الله؟ أنت اللي سمحت. أنت اللي سمحت بهذا. أنت لو كان لك فعلا زي ما احنا بنقول إرادة سياسية أو لك موقف موحد من منذ البداية، ما كانش وصل أن موجود أكثر من 100,000 إيراني بيحاربوا داخل سوريا. صحيح. ما كانش موجود حزب الله أكثر من 10,000 مقاتل حزب الله. ما كانش تواجدت القوة 92 ميليشيا موجودة من 92 دولة موجودة على أرض سوريا، حرب مرتزقة بالدرجة الأساسية. صح. لو كان لديك إرادة. أنت دلوقتي بتقول أن احنا في نوع من التهجير، وده احنا هنتكلم برضو فيه بصراحة، نوع من التهجير للسنة كما يتم في العراق. وبالتالي إذا كان هناك تخوف سعودي أو تخوف إسلامي مما يحدث من تدخل شيعي واسع النطاق داخل سوريا، فأنت الذي سمحت به من البداية. أنت ما كانش ليك موقف أن أنت تاخده من البداية. أنت اللي سمحت لإيران. نحن في النهاية يعني ما نتمناه جميعا أن يستيقظ العرب من هذه الغفلة والغفوة العميقة. بشكرك جدا أستاذ أشرف بدر الكاتب الصحفي على تشريفك لنا النهاردة يا فندم. شكرا لفندم. شكرا. غدا ألقاكم وحلقة جديدة من المشهد. حتى ذلك الحين لكم مني كل الأمل والأمنيات الطيبة.